كمان الشروق قالت أن عقد مارتين لاثارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي جلسة نظرية مع لاعب الفريق قبل انطلاق التمرين النهاردة الصبح يوم الأربعاء على ملعب مختار التتش. جاءت الجلسة من أجل الحديث عن المرحلة القادمة واللي بتشهد خوض العديد من المنافسات الحاسمة سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي. تطرق لاثارتي للحديث عن مواجهة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز وبعض الأمور الخاصة بالاستعداد للقاء القمة والمقرر ليوم 30 مارس الحالي على استاد الجيش في برج العرب في اسكندريه.